بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل موضوعات ماث 1060، حساب التكامل Integral Calculus، وده طبعا بداية شابتر 2. شابتر 2 بيتكلم عن Techniques of Integration، اللي هي طرق أو تقنيات التكامل. أول درس عندنا اللي هو Trigonometric Integration، رجعنا له مرة تانية. كنا في شابتر 1 اتكلمنا شوية عن Trigonometric Integration، ولكن كانت العمليات الأساسية اللي هي الIdentities البسيطة بتاعة Trigonometric Functions كنا بنستخدمها في بعض مسائل التكامل. لكن هنا في مسائل جديدة بتنقسم هنا في Trigonometric Integration إلى حوالي 5 أو 6 أقسام تقريبا في الجزء 2-1. القسم الأول منهم اللي هو بنسميه Product of Sine and Cosine. Product of Sine and Cosine يعني اللي هو 2 1 1، ده رقم 1. بيبقى شكل السؤال إزاي؟ بيبقى Sine مضروبة في Cosine، بس Sine عليها أس والCosine عليها أس. ففي هذا النوع من المسائل يبقى ده كده على طول بنسميه ايه؟ Product Sine and Cosine. Product بيكون لو كان الساين الأس بتاعه فردي أو الكوزين الأس بتاعه فردي بنفصل واحدة منهم. يعني إيه؟ أول حاجة إذا كانت N is odd، يعني اللي هو الأس بتاع الكوزين، إذا كان ده فردي فنفصل واحدة من الكوزين، يبقى أقول له split of a factor of كوزين، بفصل واحدة إيه؟ كوزين. ولما أفصل واحدة كوزين أخد U بتساوي ساين. هنا بقى لازم أنتبه للحكاية دي. لو طلب مني split off اقول له ايه؟ هفصل كوزين طالما الاس فردي بتاع الكوزين. العكس لو كان الاس بتاع الام هو اللي فردي، لو كان الام هو اللي اودي بفصل واحدة منين؟ واحدة من الساين. مش بفصلها يعني بطلعها بره السؤال، لا، بخليها يعني ايه؟ مضروبة فيها. هنشوف دلوقتي ازاي في طريقة الحل يعني. وباخد اليوب كوزين، وبعد كده بغير بقى اي واحد ساين اغيره الى كوزين بالعلاقه دي، ساين سكوير يساوي 1 ناقص كوزين سكوير. هذه العلاقه احنا طبعا شفناها قبل كده، تعرفنا عليها. واذا كان الاس عند الكوزين فردي فبستخدم العلاقه الثانيه اللي هي كوزين سكوير يساوي 1 ناقص ساين سكوير. طبعا دي اصلها انه ساين سكوير بلس كوزين سكوير بيساوي 1 لاي زاويه. في حاله ثالثه اللي هو لو كان الان ايفن زوجي يعني، والام كمان ايفن، وفي هذه الحالة بنستخدم قانون اخر، بس احنا علينا الحالتين الاولى والتانية. موجود في الملخص اللي هي الاوراق اللي فيها اللي هي الحالة الثالثة موجودة، اللي يحب يطلع عليها يعني زيادة معلومات. هنا نمسك السؤال ايه؟ هنلاقي ايه في السؤال ايه؟ نلاقي انه ساين تربيع كوزين اس 3. مين اللي فردي هنا؟ التلاتة. طيب يبقى نعمل عملية split off، يعني عملية فصل، نفصل مين؟ نفصل الكوزين باور 3 اللي هو كيوب دوت، اخليه كوزين تربيع اكس في كوزين اكس دي اكس. تمام كده، يبقى احنا ايه؟ الامور واضحة، ما فيش فيها اي مشكلة. دي اول خطوة. طالما انا فصلت كوزين يبقى الكوزين اكس دي اكس ده كله على بعضه كده هو مين؟ هو الدي يو، فيبقى اليو بتساوي ساين اكس زي ما في القاعده تماما، يعني يو بتساوي ساين اكس، ودي يو بيساوي كوزاين اكس دي اكس. واضح وبسيط، ما فيش فيه اي مشكله. طيب تمام، وبعدين اذا عوضت في السؤال هعوض عن اليو بساين اللي هي دي ساين تربيع، اعوض يو تربيع. طب والكوزاين اعمل فيها ايه؟ اغيرها. اغيرها ازاي؟ اخليها 1 ناقص ساين تربيع. يبقى السؤال ده اصبح بالشكل ده، يو سكوير مضروبة في 1 ناقص يو سكوير دي يو، وبكده يبقى اصبح حله سهل. طبعا ما اقدرش اكمل على طول، لازم اضرب الاول يو سكوير ناقص يو تو باور 4 دي يو، يعني بيساوي U to power 3 over 3 minus U to power 5 over 5 زائد C، وكده خلص الحل.
يبقى اخر خطوة بس ان انا ارجع اليو قيمتها الاصلية ساين اس 3 على 3 ناقص ساين اس 5 على 5. خلي بالك السؤال اللي زي كده ممكن يطلب فيه ثلاث حاجات. مين؟ اقول له سبريت اوف كوزاين، يعني هنا الفصل للكوزاين. يبقى اول طلب ممكن يطلب مني سبليت اوف افاكتور اوف ايه كوزاين. طيب الطلب الثاني ايه؟ يقول لي اليو بكام، اليو هنا بكام، وي تيك يو، تيك يو بكام، وي تيك يو بيساوي مين؟ اقول له اليو بتساوي ساين. طيب الطلب الثالث الجواب النهائي، الجواب النهائي اللي هو ساين تكعيب اكس على 3 وساين اس 5 اكس على 3. هذا الجواب النهائي ممكن يكون احد الخيارات المطلوبة. طيب ممكن كمان يطلب مني اللي هو التكامل ده يصبح شكله ازاي، اقول له تكامل يو سكوير ناقص يو اس 4. يعني انت باختصار لازم تكون فاهم المسألة كلها بطريقة كاملة. لو طلب اي جزء منها او طلب الناتج النهائي يبقى انا ايه اقدر اجاوب. طيب نيجي لرقم ب، نيجي لرقم ب. بيقول ايه في رقم ب؟ ساين اس 5 كوزاين اس 4، فين الاس الفردي؟ الخمسة. طيب يبقى هنا التكامل بتاع رقم ب هيتحول الى كده، هخليه ساين اس 4 اكس كوزاين اس 4 اكس في ساين اكس دي اكس. طبعا زي ما اتفقنا ان اللي اتفصل ده هيكون مين؟ دي يو، فلازم اليو، لازم اليو تكون مين؟ تكون كوزاين. فالدي يو بتساوي ايه؟ في الاصل هي بتساوي ماينس ساين اكس دي اكس، لانه طبعا الاشتقاق هنا الكوزاين يطلع ماينس ساين. يبقى محتاج اضرب في اشارة سالب هنا، يبقى سالب هنا وسالب بره، لازم اعمل كده. يتحول هذا التكامل الى التكامل الاتي، تكامل طبعا اليوب كوزاين مش كده؟ تمام. طيب يبقى اذا ده هيبقى يو اس 4. طيب والساين اس 4 اعمل فيها ايه؟ اخليه واحد ناقص كوزاين تربيع، يعني الكل تربيع. طيب النوع الثاني احنا قلنا فيه هنا ست انواع في الجزء ده، الجزء 2 1 في كام نوع؟ ست انواع. النوع الثاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي integrals of type sine to power n cosine to power n. ده بنسميه ايه الجزء الثاني دوت؟ بنسميه power of sine and cosine، ده اللي هو الاس يعني power. دوكا كان product power of sine and cosine. power of sine and cosine له قانون، يعني sine to power n حيث ان يكون عدد صحيح يعني اكتر من 2 او يبدا من 2 يعني، بياخد ناقص 1 على n sin n minus 1 x cosine x زائد n minus 1 over n integral of sin n minus 2 x dx. نفس الحكايه في كوزاين اس n، بس هنا مفيش ماينس ويمشي نفس الترتيب بالظبط. فلو طلب مني sin اس 2 او كوزاين اس 3 بطبق على هذا القانون. ممكن يطلب مني برضو sin اس 4 sin اس 5 اي اس بس تكون لوحدها، فده يبقى اسمه power of sin and cosine. نحل رقم a بالطريقه دي، باور اوف ساين اند كوزاين، مع ان في طريقه اسهل للساين تربيع بالذات، يعني ساين تربيع بالذات لها طريقه اسهل من الحساب ده، لكن خلينا نستخدم القانون. طبعا الطريقه الاسهل موجوده فين؟ موجوده في اوراق القوانين اللي هي ساين سكوير بيساوي نص في واحد ناقص كوزاين 2 اكس. ممكن احطها بدل الساين سكوير وبعدين اكامل، لكن طالما عندنا قانون يبقى هنا تكامل ساين اس 2 اكس دي اكس يساوي، نقول له سالب 1 على ان، ان اللي هو كام؟ 2 ساين اس ان ناقص 1 يبقى ساين اكس في كوزاين اكس زائد ان ناقص 1 اللي هو 1 على ان اللي هو 2 تكامل ساين اس 2 ناقص 2 يعني ساين اس 0، وساين اس 0 يبقى كام؟ 1. يبقى كده احنا الماينس نص ساين اكس كوزين اكس زي ما هو زائدا نص في تكامل الواحد اللي هو اكس زائدا سي. طيب التكامل الثاني اللي هو تكامل كوزين اس 3 برضو كوزين اس 3 له طريقه ثانيه، ان انا اخليه كوزين تربيع في كوزين وبعدين اغير الكوزين تربيع الى ساين وبعدين اعتبر انه
الساين بيو والكوزاين بدي يو بس. يعني خلينا نستخدم القانون طالما احنا خدنا القانون، اقول له 1/3 كوزاين اس ان ماينس 1 يعني اس 2 اكس في ساين اكس زائد ان ناقص 1/2 تكامل كوزاين اس ان ناقص 2 يعني 3 ناقص 2 يبقى كوزاين بس كوزاين اكس دي اكس يساوي الجزء الاول كما هو، الجزء الثاني هيبقى 2/3 تكامل كوزاين بكام؟ بساين بلس سين. يبقى ده كده الجزء الثاني اللي هو الباور اوف ساين اند كوزاين. طيب ننتقل للجزء الثالث انتجرال اوف تايب تانسك اللي هو بنسميه برودكت اوف سيكنت اند تانجنت. اهو مكتوب برودكت اوف سيكنت او تانجنت اند سيكنت اللي هو يعني التان والسك مع بعض يكونوا مضروبين في بعض وكل واحد عليه اس. فاذا كان اول حاجه عندي الاس اللي عند السك زوجي اهو ان از ايفن بنفصل سبليت اوف افاكتور اوف 6 سكوير، بفصل 6 سكوير مش 6 واحده زي هناك الساين والكوزاين، لا بفصل 6 سكوير وباخد يو بتان. واحنا قلنا ده برضو يعني موضع سؤال، افصل مين واخد اليو بكام واستخدم القانون اللي هو 6 سكوير يساوي 1/10 سكوير. هذا قانون طبعا سبق التعامل معاه وسبق دراسته اللي هو جاي اصلا من ساين سكوير زائد كوزاين سكوير يساوي 1، فبيكون 6 سكوير بيساوي 1/10 سكوير او 10 سكوير بيساوي 6 سكوير ناقص 1 اللي هو القانون الثاني ده. خلي بالك ده نفس القانون، نفس القانون هو ده. طيب هنا لو كان الام اود، الام اللي هو التان الاس بتاع التان لو كان فردي تمام، فبفصل ايه افاكتور اوف سك تان مع بعض، افصل 2 سك وتان. يعني هنا الكلام اختلف شويه عن البرودكت اوف ساين اند كوزاين، وباخد اليوب سك. وبعد ما اعمل الوصفه دي هلاقي انه التكامل بقى سهل جدا، اكامل وعوض. يعني لازم اكون حافظ او عارف كويس جدا هذا الكلام. الحاله الاخيره اللي هي لو ام ايفن وان اود مش علينا، زي الحاله الاخيره هناك اللي هي ايفن ايفن. احنا كنا هناك في واحد اود واود وفي ايفن ايفن، احنا خدنا حالتين بس، برضو هنا حالتين بس. برضو اقراها يعني زياده المعلومات فقط لا غير. يعني نشوف المثال الاول evaluate integral of tan square sec to power 4. اول ما اناظر على الاسس الاقي ان الاس 4 زوجي، يبقى we split off a factor of a of 6 square، افصل 6 square tan square x كما هو، sec اس 4 اخليه 6 square في 6 square، خلي دي 6 square في 6 square x تمام كده دي x. لما فصلنا يبقى 6 سكوير ده كله على بعضه كده هو مين؟ دي يو مباشرة. يعني اقول له ان هناخد اليو دلوقتي، يو بيساوي تان دي يو بتساوي اللي اتفصلت اللي هي مين؟ 6 سكوير اكس دي اكس. فعلا اه فعلا، لان فعلا لما التان اشتقه يطلع 6 سكوير. اذا عوضت بهذا الكلام هتعوض عن التان بيو، يعني هاخد ده اخليه يو تربيع. حلو. طب وسك تربيع ده اعمل فيه ايه؟ اخليه يو تربيع زائد 1، لانه السك تربيع بتساوي تان تربيع زائد 1 او 1 زائد تان تربيع اللي هو القانون اللي فوق ده، القانون ده تمام. ارجو يكون القلم واضح في الشرح. يبقى كده التكامل ده يتحول الى تكامل تاني ابسط منه اللي هو بيقول تكامل تان سكوير هو يو سكوير، وهنا يو سكوير زائد 1 او 1 زائد يو سكوير مش هتفرق، و6 سكوير اكس دي اكس هو دي يو. فيبقى ده عباره عن اني بكامل يو تو باور 4 زائد يو تو باور 2 دي يو. يعني انا بفك القوس الاول وبعدين ابدا اكامل، يطلع يو اس كام؟ 5/5 زائد يو اس 3/3 زائد سي. اليو كان بيساوي تان، يبقى ده تان اس 5 اكس على 5 زائد تان اس 3 اكس على 3 زائد سي. كده انتهى الحل. طيب المسألة التانية رقم بي، المسألة رقم بي هتلاقي ان الاس بتاع الاس فردي، هنا الاس فردي، الاس فردي يبقى نفصل مين بقى؟ نفصل افاكتور اوف سيك وتان مع بعض، افصل سيك وتان، واحدة من دي واحدة من دي اهو، اللي هي العلاقة اللي هي التانية ام از اود
ام از اود اللي هي بتاعت التاني يعني، فيبقى افتر افصل ايه سبليت اوف افاكتور اوف سيكنت وتانجنت مع بعض الاثنين ويبقى اليوب سيك. فهاجي هنا في هذا السؤال واقول له ان السؤال بي، نعمل اول عمليه الفصل وبعدين ناخد اليو وبعدين نحل على طول اهو تكامل. لما افصل واحده من التان يبقى التان تكعيب ده عباره عن تان تربيع. لما افصل واحده من السيكنت اللي هو القاطع اللي هو سيك تكعيب يبقى سيك تربيع. يبقى فاضل هنا ايه؟ سيك اكس تان اكس. طبعا زي ما احنا ماشيين اللي اتفصلوا دول هم مين؟ هم مين؟ دي يو. طب واليو بمين؟ اليو هو سيك لانه السيك مشتقته سيك تان، يعني ان المفروض تكتب يو بتساوي سيك اكس، دي يو بتساوي سيك اكس تان اكس دي اكس. تتحول هذه المساله، ده يطلع يو تربيع طبعا، وده يطلع ايه؟ يو تربيع زائد واحد. نفس اللي حصل في المسألة اللي فاتت تماما يعني، تقدر تكملها بكل بساطة وهي كمان محلولة في الكتاب. طيب تان أس 3 سك أس 4. هنا في هذه المسألة بالذات ممكن أنت طالما السك أس 4 تفصل سك سكوير وتخلي سك سكوير وتمشي المسألة على كده، وممكن طالما الأس بتاع التان فردي ممكن تفصل تان وسك. يعني هذا السؤال ينفع يمشي على الحالتين، يمشي على الحالة دي ويمشي على الحالة دي، مفيش فيه أي مشكلة، سواء هتفصل سك سكوير أو هتفصل سك تان، الحلين صح، ولكن الأفضل افصل سك سكوير، الأفضل تفصل إيه؟ سك سكوير. طيب هسيب هذه المسألة، هي محلولة موجودة، حلها موجود في الكتاب كمان. هبتدي اشوف الحالة او القانون، الطريقة دلوقتي دي الرابعة، الطريقة الرابعة من طرق الجزء اللي احنا معاه اللي هو 2-1. احنا قلنا الاولى كانت product of sine and cosine، والتانية كانت power of sine and cosine، والتالتة كانت product of secant and tangent، والرابعة اللي هي power of secant and tangent. يعني tan اس ان اتعامل معاه ازاي لوحده، وسيك اس ان اتعامل معاه ازاي لوحده. ادي القانون اهو التان اس ان، وادي القانون سيك اس ان، ودول القوانين الاربعه اللي علينا، تا اللي هي تان وسيك وساين وكوساين. فمثلا هنا مثلا يا شباب في السؤال الاول طالب تكامل تان اكس دي اكس، هذا مش محتاج طبعا نعوض بهذا القانون ابدا، يعني القانون ده لازم يكون ان اكتر من واحد، او يعني يبدا من اتنين مثلا. لكن لما يكون تان بس هنلاقي تكامل التان ده بطريقه بسيطه جدا، ان بحول التان الى ساين على كوزاين، ده يعتبر من مسائل شابتر 1 يعني. فهلاقي ان البسط مشتقه للمقام، بس فاضل له اشاره سالب، فاحط اشاره سالب هنا واشاره سالب بره، فيبقى ده عباره عن ايه؟ تكامل يو داش على يو، يبقى ده بيساوي لين المقام، احط الناقص اللي بره واقول له لين كوزاين اكس. هذا يعتبر قانون، يعني اعتبره قانون تكون حافظه. بنفس الطريقه تكامل سيكنت اللي هو السيك اكس لوحده، علشان يكاملوا السيك لوحده له طريقه كده بسيطه، يعني انه بيضرب في سيك اكس زائد تان اكس بسطا ومقاما. يعني ايه؟ بيجي هنا كده سيك اكس اهوت موجود، بيضرب هنا في سيك اكس زائد تان اكس، وفي المقام برضو يكتب سيك اكس زائد تان اكس. نفس الكلام في الكوسيك على فكرة، هيلاقي ببساطة ان البسط كامل مشتقة للمقام، يعني هنا السيك مشتقته سيك تربيع اللي هم دولي، والتان مشتقته سيك وتان اللي هم دولي، ولذلك هنا اقول له ده بيساوي ايه؟ تكامل السيك لين سيك اكس زائد تان اكس. ده برضو يعتبر قانون، وهم مكتوبين في اوراق الملخص تحت عنوان additional formulas اللي هي الصيغ الايه الاضافيه، يعني التان والسك والكوتان والكوسك. ارجو يكونوا محفوظين دول عشان خاطر احنا مش كل مره نستنتجهم، خلاص دي حاجات بسيطه تعتبر تبع شابتر 1. يعني نيجي للمثال اللي هو تان سكوير وسك سكوير. تان سكوير طبعا هستخدم هذا القانون اللي هو 1 على ان ماينس 1 تان اس ان ماينس 1 اكس ناقص تكامل تان اس ان ماينس 2 اكس دي اكس. والحقيقه برضو انا ممكن يعني هنا تان سكوير بصراحه مش لازم نستخدم هذا القانون. ليه؟
لان تاني سكوير دوت ممكن انا اتعامل معاه، وانا اتكلمت على الكلام ده في شابتر 1. التاني سكوير ده بيساوي ايه؟ بيساوي سك سكوير اكس ناقص 1، مش كده؟ فبيساوي السك سكوير التكامل بتاعه تان، والواحد تكامله اكس زائد سي. طيب تكامل 6 سكوير ده بيساوي تان من الجدول الاساسي، مش محتاج يعني حتى ايه. اذا يعني هنا الاس 1 واس 2 مش محتاجين القانون اللي هو تان تو باور ان وسك تو باور ان. طبعا هنا باقي الامثله اكزامبل 9 طالب تان تو باور 3. هنا بقى نطبق القانون اللي احنا ايه شفناه، اللي هو نقول رقم ايه، نقول يساوي على طول عشان المكان، يساوي طبعا هو في التان تو باور ان كان بيقول 1 على ان ماينس 1 يعني 1 على 2، وبعدين تان تو باور ان ماينس 1 يعني تان اس 2. بعد كده في التان بالذات الاشاره بتكون ناقص، يعني ناقص تكامل، ومفيش هنا ان ناقص 1 ولا ناقص 2 ولا حاجه. تان اس ان ناقص 2 اللي هي مين؟ اللي هي تان اكس بس. وبالتالي يبقى الناتج النهائي بتاع ايه؟ هو نفس الاول كما هو، نص تان سكوير اكس ناقص التكامل التان طبعا ماينس لين كوزاين، يبقى زائد لين كوزاين اكس. رقم بي سيك تو باور 3، سيك تو باور 3 مباشرة بيساوي برضو 1 على n ماينس 1 يعني 1 على 2 sec to power n ماينس 2 of x في tan x، في tan x زائدا n ماينس 2 اللي هو 1، عشان كده ما ينفعش يكون 2 يعني، على n ماينس 1 اللي هو 2 integral of sec اس n ماينس 1 يعني sec. طبعا احنا شفنا تكامل سك اكس قبل كده اللي هو كان بيساوي لين سك زائد تان، يبقى ده بيساوي نص سك اكس تان اكس زائد نص لين ابسولوت فاليو سيكانت اكس بلس تانجنت اكس بلس سي. والتكامل ده اللي هو سك تكعيب يعني من التكاملات المشهوره صحيح، لكن لاحظ دايما في الامثله اللي هي اللي فيها الباور يعني ممكن السؤال يكون في المالتيبل تشويس، مثلا يقول لي ايه تكامل سك تكعيب او سك اس 4 او ساين اس 5 او كوزاين اس 6، يعني هيطلع شيء كتير جدا. فيقول لي هذا التكامل هل ممكن يساوي سك اس 4 على 4؟ ادي خيار مثلا، صح ولا غلط ده؟ نقول له لا ده غلط طبعا. طب ممكن يساوي تان أس 3 على 3 مثلا؟ برضو الخيار ده يكون غلط. طيب ممكن يكون مثلا سك أس 2 إكس تان إكس مثلا يعني؟ نقول له برضو غلط. أمال ممكن يكون إيه اللي صح؟ الصح تحت أهو، نص سك إكس تان إكس زائد نص لين سك إكس زائد تان إكس زائد سي. طيب طبعا يعني لصعوبة كتابة الجواب الطويل دوت بنكتب نون أوف ذيم. اذا الطالب لازم يكون فاهم انه مش ممكن يكون الجواب ده صح، ده غلط طبعا اكيد، وده كمان غلط، وده كمان غلط مش منطقي. فدايما الباور اوف سيكانت اند تانجنت لازم ارجع للقانون واطبق بهذا الشكل، ودي بتكون اسمها ريكارشنال فورمولا. يعني ايه؟ يعني صيغه تكراريه. ما انا مثلا لو كان عندي ساين اس 4 هيطلع ليا هنا ايه سيكانت اس 2 وتان اكس، وبعدين هنا سيكانت اس 2. طب سيكانت اس 2 يتكامل مره ثانيه. طب لو كان ده سيكانت اس 5 هيطلع لي هنا سيكانت اس كام؟ اس 3 يتكامل مره ثانيه. يعني اذا هنا في صيغه تكراريه في التكامل. طيب هنا بيقول لي ايفالويت كوتان اكس دي اكس. طبعا زي ما شفنا التان برضو الكوتان نفس الفكره، كوتان اكس بيساوي لين ساين اكس، يعني بيخليه كوزاين على ساين يطلع لين ساين على طول من غير اشاره، لكن دوكها التان بماينس لين كوزاين. طيب كوسيك هيطلع ايه اجابته؟
لين طبعا هضرب في كوسيك ماينس كوتان فيطلع ايه كوسيك اكس ماينس كوت اكس زائدا سي. دول طبعا زي ما قلنا تعتبر صيغ من الصيغ الاساسيه ضمها على الصيغ الاساسيه الاربعه التان لوحده الكوتان لوحده والسيك لوحده والكوسيك لوحده موجوده في اوراق القوانين واضحه في المربع الاخير تحت. طيب كوتان سكوير اكس بيساوي ايه كتكامل دوت مش محتاج تعمل له مساله ولا حاجه هقوله بيساوي ماينس بيساوي تكامل الاول الكوتان تربيع بيساوي كوسيك تربيع اكس ناقص واحد الاول قبل ما اكامل يعني فالكوسيك تربيع بيساوي ايه ماينس كوتان اكس والواحد يطلع اكس بلس سي. طيب والكوسيك تربيع ده لوحده ده تكامل اساسي بيساوي ماينس كوت اكس زائد سي. تمام دول كده مجموعة المسائل الامثلة اللي علينا في هذا الجزء. طيب هذا يعتبر الجزء الخامس هو مكتوب 2 1 4 بس ده يعتبر الايه الحاله الخامسه. احنا قلنا في برودكت ساين كوزاين وفي باور ساين كوزاين وفي برودكت سيكانت اند تانجنت وفي باور سيكانت اند تانجنت. الجزء الجاي ده اللي هو تبع البرودكت ساين اند كوزاين ولكن بيكون ديفرنت انجلز يعني زوايا مختلفه. يعني انا عندي هنا ساين ام اكس كوزاين ان اكس ده مش اس على فكره ده يعني ايه كده يعني زي مثلا ما اقول لك ايه ساين 2x كوزاين 3x يعني الزوايا مختلفه. شوف رقم المثال هنا ساين 3x كوزاين 2x ساين 3x ساين 2x كوزاين 3x كوزاين 2x يعني ده برودكت اوف ساين اند كوزاين وذ ديفرنت انجلز بنسمي الحاله خمسة دي اسمها ايه ديفرنت انجلز زوايا مختلفه. طيب عشان احل الديفرنت انجلز بستخدم ايه؟ قال لك بتستخدم الاربع قوانين دول اي واحد منهم حسب السؤال اللي عندك يعني. يعني مثلا هنا حاصل ضرب ساين في كوزاين يتحول الى نص في ساين المجموع زائد ساين الفرق. لو كان كوزاين ايه ساين بي يبقى نص ساين ناقص ساين المجموع والفرق برضه كلها مجموع وفرق ما عدا اخر واحده كوزاين كوزاين يبقى نص كوزاين زائد كوزاين مجموع وفرق. الأخيرة بس اللي هي ساين ساين دي بتكون نص كوزين الفرق ناقص كوزين المجموع اللي هي زي السؤال بي اللي هو ساين ساين. طيب هل كده دول هم التكامل؟ لا ده أنا باخد ده بحول حاصل الضرب إلى جمع يعني دي بعمل عملية إيه converting from product to sum إلى جمع وطرح يعني sum or sub or subtract. وبعد ما بحول الضرب الى جمع وطرح بكامل يعني انا هنا بعمل خطوتين خطوه تحويل وخطوه تكامل. تعال نشوف اول واحده رقم ايه نحلها هنا رقم ايه بيقول لي ايه ساين 3 اكس كوزاين 2 اكس دي زوايا مختلفه حاصل ضرب ساين وكوزاين وزوايا مختلفه نقول له ده بيساوي نص في طبعا احنا قلنا ساين كوزاين يبقى ساين زائد ساين احفظها كده ساين زائد ساين ساين مين المجموع يعني 2x زائد 3x 3x زائد 2x يبقى كام 5x وهنا ساين ايه x واحده بس. طيب كده كملنا؟ لا ده انا بس حولت الضرب الى ايه الى جمع احط علامه التكامل والخطوه اللي بعدها اكامل مباشره. طيب النص ده مشترك بره جاي من القانون من هنا اهوت وبعدين لما اكامل الساين يبقى كام ماينس كوزاين بس طبعا هنا في 5 اكس خلي بالك فلازم اقسم على معامل اكس زي ما قلنا في شابتر 1 سالب 1 على 5 كوزاين 5 اكس لاني لما اجي اشتق الكوزاين 5 اكس لازم اضرب في 5 فهنا في التكامل اقسم على 5 وساين يبقى ماينس كوزاين اكس. ده الشكل النهائي؟ لا الشكل النهائي اضرب بقى في النص اللي بره ده يعني سالب 1 على 10 كوزاين 5x وبعدين ناقص نص كوزاين x زائد c كده يبقى حلينا السؤال الاول. طيب السؤال b بيقول لي ساين 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 بص كده على القانون الاخير اخر واحد تحت ساين ساين بيساوي نص كوزاين ناقص كوزاين ناقص كوزاين تمام. هنا طبعا كوزاين اول واحد اللي هو مين الفرق اللي هو 3x ناقص 2x يبقى هنا x واحده بس وهنا المجموع اللي هو ايه 5x
تمام. طبعا يفضل وضع الزاويه في قوس بس ما تكون ايه غير الاكس يعني. طيب كده نكامل، يبقى نص كوزين، الكوزين تكامله كام؟ ساين، يبقى نص ساين اكس. طيب والكوزين ساين، بس لازم اضرب في كام؟ واحد على خمسة، وفي بره نص، يبقى هنا واحد على عشرة ساين خمسة اكس. لاحظوا ان انا اختصرت يعني خطوتين في خطوة واحدة. طيب الثالث والاخير رقم سي. كوزين 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 برضو هو نفس اللي فات، بس هيكون القانون اللي هو رقم ثلاثة، يعني نص في كوزين المجموع، المجموع كام؟ 5x زائدا كوزين الفرق اللي هو ايه؟ x. طيب لما كامل كوزين يطلع ساين، يبقى هنا واحد على اتنين في واحد على خمسة، لان يطلع من هنا واحد على خمسة في التكامل، يبقى واحد على عشرة ساين 5x زائدا نص ساين، لان طبعا النص ده مضروب فيهم كلهم، يعني النص ده مضروب في كل القوس اللي هو داخل التكامل، يعني اضرب هنا واضرب هنا. يفضل تعملها في خطوتين احسن ما تختصر ويروح عليك الايه الحل. طيب دي كده الحاله الخامسه. تمام. معلش المقطع ده هيكون طويل شويه، لان هاخد فيه الايه الست حالات. الحاله السادسه اهي تريجونومتريك سبستيتيوشن، دي رقم 6. ايه تريجونومتريك سبستيتيوشن دي؟ هي التعويضات المثلثية. طبعا هم كل الست انواع دولي يندرجوا تحت الدوال المثلثية تريجونومتريك. فالتريجونومتريك سبستيتيوشن هذه تعويضات مثلثية طبعا لتسهيل الحل. انا في مسائل لا يمكن حلها الا بالتعويضات المثلثية. طيب ايه التعويضات المثلثية باختصار؟ هم ثلاث اشكال. الشكل الاول اللي هو سكوير روت a سكوير ماينس x سكوير، وده بناخد له التعويض اللي هو x يساوي a ساين ثيتا على طول مره واحده. الشكل الثاني بينهم زائد، يبقى اخد x يساوي a تان ثيتا. الشكل الثالث x تربيع ناقص a تربيع، باخد a سك ثيتا. بعد ما اخد هذا التعويض بجيب الدي x وبحول الجذر التربيع اللي هو a تربيع ناقص x تربيع، بحوله الى a كوزين ثيتا بطريقه مختصره يعني، والجذر ده يتحول الى a سك ثيتا، والجذر ده يتحول الى a تان ثيتا. ممكن تعوض فيه تعويض مباشر ويطلع معاك على طول، لان في علاقات بين الدوال المثلثيه وبعضها. نشوف المثال الاول. المثال الاول دي اكس على اكس سكوير سكوير روت اوف 4 ماينس اكس سكوير. لو بصيت للسؤال كده نظره شامله يعني على بعضه كده، لا يمكن حله باي طريقه من الطرق السابقه. ليه؟ لانه مش معاه مشتقه له. لو في مشتقه فوق هنا ماينس 2 اكس، او هي كانت اكس حتى واحنا نضرب في 2، ممكن يتحل اللي هو ايه، لكن هنا اكس سكوير تحت وهنا اكس سكوير داخل الجذر وهنا 4. وطبعا ما اقدرش ان انا اكامل كل واحد لحاله، لان التكامل لا يوزع على الضرب ولا يوزع على القسمة. طيب نعمل ايه؟ نستخدم التعويضات المثلثية. ايه التعويض المثلثي اللي استخدمه هنا؟ هقول له x يساوي a sin theta اللي هو 2 sin theta. كويس. طيب وبعدين؟ طالما خدت x اجيب dx على طول. dx يساوي كام؟ الساين بكوزين، يبقى 2 كوزين كاشتقاق 2 كوزين theta d theta. ماشي. طيب الجذر نفسه هيبقى بكام؟ الجذر اللي هو 4 ماينس اكس سكوير، عشان لما اجي اعوض عنه يطلع على طول. نقول له انت لو عوضت عن اكس بتساوي 2 ساين ثيتا، هيبقى هنا 4 ساين تربيع ثيتا. هاخد 4 عامل مشترك، يبقى 1 ناقص ساين تربيع، 1 ناقص ساين تربيع بكوزين تربيع، تحت الجذر يبقى كوزين، والاربعة تبقى 2، يبقى ده يطلع 2 كوزين ثيتا. خدها يعني على طول من القاعدة أو خدها بالتعويض اهي، تطلع ايه كوزين ثيتا على طول اللي هو الجذر يعني. تمام. هاخد هذه التعويضه واعوض في السؤال، هلاقيه يوصل الى شكل يعني يسهل حله، يبقى سهل الحل. هذا التكامل هيساوي تكامل، طبعا عوض عن الدي اكس الاول. دي اكس بكام؟ نقول له دي اكس ب2 كوزين ثيتا دي ثيتا. ماشي. طيب والاكس سكوير اللي تحت، يبقى 4 ساين سكوير ثيتا. تمام. طب والجذر بكام؟ 2 كوزين ثيتا. طب ده كده يعني اتسهلت ولا تعقدت زياده؟ لا، ده هي اتسهلت، لان انت لما تيجي كوزين تروح مع كوزين، واثنين تروح مع اثنين، يفضل اربعه ده يطلع بره، يبقى ايه؟ ما يطلعش بره اربعه، يطلع ربع، لانه في المقام.
يبقى ربع في واحد على ساين سكوير ثيتا دي ثيتا. صفيت على كده المسألة. طيب واحد على ساين سكوير له تكامل عندنا ولا احوله الى مقلوبه؟ قالك مقلوبه كوسيك تربيع ثيتا دي ثيتا. طيب كوسيك تربيع ثيتا له تكامل عندنا؟ بيساوي ماينس كوتان، يبقى ماينس واحد على اربعة كوتان ثيتا زائد سي. حلو الكلام؟ كده اتحل السؤال، ولكن بس يفضل حاجة بسيطة، رجع لي الثيتا تاني الى اكس زي ما كان السؤال اكس. فنقول له عشان ارجع الثيتا الى اكس برسم مثلث كده صغير، المثلث ده اللي هو فيه الزاوية ثيتا، وان الساين ثيتا زي ما اخترناه، يعني هنا ساين ثيتا لو انا حبيت احسبه لوحده ساين ثيتا الاقي بيساوي اكس على 2. طبعا الساين هو مقابل اللي هو الاوبوزايت على هيبوتسز اللي هو الوتر، يبقى ده اكس على 2. يبقى الادجيسنت المجاور هيبقى سكوير روت اوف 4 ماينس اكس سكوير طبقا لبيثاغوريان ثيرم اللي هي نظريه فيثاغورس. طيب وايه لازمه اللفه دي كلها؟ عشان اطلع بقى الزاويه اللي هتطلع كوتان ثيتا، طبعا التان اللي هي اكس على الجذر، يبقى كوتان العكس، يبقى ده سالب 1 على 4 كوتان اللي هي مين بقى؟ السكوير روت اوف 4 ماينس اكس سكوير على اكس زائد سي. وكده ممكن احسن الصوره، اضرب بس 4 في اكس واحط السالب فوق، ويبقى ده هو الحل النهائي للسؤال باستخدام التريجونومتريك سبستيوشن. طبعا هذا السؤال لا يمكن حله الا بهذه الطريقه، فاخد بالي السؤال لما يجي لي فيه احد الاشكال الثلاثه فانا بستخدم على طول التعويض المثلثي. طب هنا السؤال ممكن يسالني عن التعويض المثلثي نفسه اللي هستخدمه، وممكن يسالني عن الناتج اللي هو يطلع كناتج كدوال مثلثيه او كناتج نهائي، يعني ممكن يسالني في التعويض او في الناتج النهائي. نيجي المثال اللي بعده، بيقول لي ايفالويت. نفس الحكايه طبعا، ما اقدرش احل هذا السؤال باي من الطرق السابقه، فلا بد من استخدام التريجنومتريك سبستيتيوشن. هنا نختار التريجنومتريك اللي هو بتاع التان، هقول له 2x equal 3 tan x tan theta، فيبقى هنا 2 dx يساوي 3 sec سكوير ثيتا دي ثيتا. طبعا لو انا عايز dx لحاله اقسم على 2، يعني اقول له dx يساوي 3 على 2 sec سكوير ثيتا دي ثيتا. طيب الجذر يساوي ايه؟ الجذر اللي هو تحت اللي هو 9 بلس 4 اكس سكوير هيساوي طبقا لان اخترت 3 تان ثيتا يطلع 3 سك ثيتا. ليه؟ لانه 3 تان ثيتا لما عوض هنا مكان ال 4 اكس سكوير يتربع، يبقى 9 تان سكوير، 9 مشتركه يبقى 1 زائد تان سكوير يطلع 6 سكوير، يطلع ال 9 مشترك تاخد الجذر يطلع 3 وال 6 سكوير تطلع 6 على طول، يعني انت مجرد ما تاخد التعويضه تان يطلع لك 6، لو اخدت ساين يطلع كوزاين، لو اخدت 6 يطلع تان. الحاجه الاخيره هنا عشان يبقى الحل للسؤال كامل، اختار اخد التان ثيتا. تان ثيتا بيساوي كام؟ بيساوي 2x على 3، فبرسم مثلث فيه الزاويه ثيتا واقول له ان ادي الزاويه ثيتا هيت، وادي تان ثيتا بيساوي 2x على 3 الاوبوزايت على الادجيسنت، يبقى الهايبوتسيس عباره عن 9 بلس 4x سكوير اللي هو الوتر الهايبوتنس. طيب كده كل دي هي التعويضه. نعوض بقى في السؤال، يبقى ده بيساوي انتجرال اوف، احنا قلنا دي اكس اللي هو كام؟ 3 على 2، خليه هنا فوق، سك سكوير ثيتا دي ثيتا. طيب واللي تحت؟ في عندي اكس هنا، احنا قلنا اكس خدناها بكام؟ اكس هي 3 على 2 تان ثيتا، 3 على 2 تان ثيتا. طيب والجذر التربيعي قلنا بكام؟ ب 3 سك ثيتا. طيب نختصر بقى،
نقول له 3 على 2 3 على 2 سك واحدة من دول مع دي، فيبقى هنا يساوي تكامل سك ثيتا على تان ثيتا. انا ما عنديش تكامل او يعني فورمولا او صيغة تكمل لي سك ثيتا على تان ثيتا، فلازم اتصرف. اتصرف ازاي؟ طبعا هنا التلاتة دي احنا ما عملناش حسابها، هتطلع بره تبقى 1 على 3. فاعمل ايه يا شباب؟ اخلي السك ثيتا طبقا للايدنتيتيز اللي هي البيزك بتاعت التريجنومتريك، هخلي السك ثيتا ده 1 على كام؟ 1 على كوزاين ثيتا. طيب والتان ثيتا اخليه ساين ثيتا على كوزاين ثيتا. كوزاين ثيتا يروح مع كوزاين ثيتا لان ده مقام في البسط وده مقام في المقام. يفضل ليا ايه؟ يفضل ليا 1 على ساين ثيتا. 1 على ساين ثيتا دون برضو ملوش تكامل عندنا، فاخليه انا ايه؟ اخليه كوسيك ثيتا. طيب كوسيك ثيتا له تكامل عندنا؟ نعم له تكامل عندنا، يساوي تلت لين، احنا لسه شايفينه في الدرس ده، لين كوسيك ثيتا ناقص كوتان ثيتا، وكده يكون خلص التكامل. بس الشيء الفاضل بس عندي البسيط اللي هو مفروض يتعمل، اني اغير كوسيك ثيتا، اغيرها من هنا. طبعا كوسيك هي مقلوب الساين، فيبقى الكوسيك ده عبارة عن ايه؟ اقول له تلت لين الكوسيك عبارة عن الـ بدل ما اقول المقابل على الوتر اقول الوتر على المقابل، يعني الجذر التربيعي 9 زائد 4 اكس تربيع مقسوما على 2 اكس ناقص الكوتان طبعا اللي هو 3 على 2 اكس زائد سي. ممكن طبعا التلاتة اضيفها على البسط اللي هنا واخلي المقام 1 واخليها تلت لين الجذر ناقص 3 على 2 اكس بس. ده كده حل هذا السؤال. طيب المحاضرة القادمة ان شاء الله هتكون تمارين على هذا الجزء، لانه التمارين هنا صراحة واخدة زي ما قلنا موضوع 2-1 عبارة عن 6 موضوعات، وارجع لهم بقى في الحلقة دي ان شاء الله. هنا مثلا بيقول لي evaluate the integrals كوزين سكوير تان سكوير. تان سكوير احنا حسبناه قبل كده، بنغيره ب 6 سكوير ماينس 1 وبعدين نكامل، فيطلع ايه؟ 6 سكوير يطلع تان اكس ناقص اكس زائد سي، تان اكس ناقص اكس زائد سي. ساين تكعيب كوزين هعتبر ان الكوزين ده هو طبعا مفصول جاهز اهو، يبقى كوزين اكس دي اكس ده عباره عن ايه؟ دي يو. فيبقى التكامل ده عباره عن تكامل يو تكعيب دي يو، فيبقى يو اس 4 على 4 يعني ساين اس 4 اكس على 4 زائد سي. طيب ماذا عن كوزين تربيع اكس؟ نقول كوزين تربيع اكس ده له قاعده هنا بقى يعني جه الوقت بتاعها اللي هي ايه؟ نص في 1 ناقص في 1 زائد كوزين 2 اكس، والقاعده دي موجوده في التريجنومتريك. اكامل دول بدل ما اكامل الكوزين تربيع، يبقى هنا نص الاكس الواحد تكامله اكس، كوزين 2 اكس يبقى 1 على 2 ساين 2 اكس زائد سي. دي كده مسائل ايه؟ كويك اكتيفيتي يعني سريعه. طيب in each of the following write the formula of trigonometric substitution which used to evaluate the integral with without evaluating the integral. يعني اديني بس الصيغه المناسبه للتعويض المثلثي. طبعا الصيغه الاولى هتكون x بيساوي 3 ساين ثيتا، في رقم b هيبقى التعويض المناسب square root of x، يعني هاخد انا الجذر التربيعي للاكس تربيع والتلاتة مع بعض يعني، فاخليه ايه؟ الجذر التربيعي 3 في اكس كده زي ما عملنا في المثال اللي فات، يساوي ايه؟ 3 تان ثيتا. طيب في رقم سي هاخد 4x يساوي 1 تان ثيتا. طيب هنا في الأخيرة هقول له 4x يساوي 1 سك ثيتا،
ده التعويض المناسب، يعني اقول له اكس بيساوي 1 على 4 سك ثيتا. لكن عموما يعني عشان تكون مطمئن، احنا بن بن بنخلي الاكس سكوير بس هو اللي عليه التربيع، يعني ما بناخدش اللي هم زي دولي، يعني دي الحاله اللي هي بتكون فيها كسور، فبنحاول ان احنا ايه نبعد عنها شويه، لكن اعرفها يعني للاحتياط. لكن في الغالب يعني بتكون اكس سكوير لوحدها، فباخد اكس يساوي 3 ساين ثيتا، 3 تان ثيتا، 3 سيك ثيتا، حسب الشكل اللي هو التعويض نفسه اهو، حسب زي كده. اي سؤال يجي زي كده اذا اقول له the proper substitution is، واختار يا اما a sin ثيتا يا اما a tan ثيتا يا اما a sec ثيتا. ان شاء الله في المحاضرة القادمة هيكون تمارين على 2-1 باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.